أنزل إليك وما أنزل من قبلك وهم وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون. في مثل هذه المناسبة الآلمة على قلوبنا لا شك أن هذه مصيبة كبيرة يعني بالنسبة لنا كأمة إسلامية وكمجتمع جزائري يعني أن نفقد رجلا بهذه القامة بهذا الحجم بهذا التاريخ بهذا الرصيد بهذه البركة. الرجل لمن شاهد جنازته يعني جمعت كل أطياف المجتمع الجزائري حضرتها كل يعني جنازة متعددة الأبعاد يعني حضرها الصغير والكبير كل المدارس الفكرية كل المدارس العلمية كل الولايات إلى حد ما كل الناس حضرت هذه الجنازة لما يمثله الشيخ محمد طاهر آية علجت من مكانة ومن قيمة علمية ودينية واجتماعية. في هذا اليوم تجتمع هذه الجماهير وهذه الوفود المحبة التي جاءت لهذه المقبرة لتودع عالما من أعلام العلم والجهاد في الجزائر وهو الشيخ الجليل العالم الرباني الولي الصالح الزاهد الشيخ محمد طاهر آية علجت رحمة الله تعالى عليه. أدعو الله له أن يكون مع عليين في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وإن لله وإنا إليه راجعون. الشيخ طاهر بدا حياته كلها إلا آخر عمره كان مازال يمد الدروس، أخيرا كان 103 104 كان يدير دروس في المسجد قدام للأئمة في المسجد اللي قدام جنب داره. ربي يرحمه ويوسع عليه إن شاء الله. ما نقدرش نتكلموا الشيخ طاهر راه بحر نتاع العلم وبحر نتاع هذا كان عنده التقوى هذا هو هذا واش نقدر نقول أنا في الشيخ طاهر ربي يرحمه ويوسع عليه إن شاء الله. اليوم نحضر جنازة شخصية علمية مرموقة تكاد أن تهيمن علينا بما عرفت به من تواضع وعلم جم. يكفيه أنه من أبرز الشخصيات التي حافظت على تعليم علوم الآلة في الجزائر فضلا عن علوم الفقه، فكان له أثر كبير في الجيل الأول ثم في الجيل الثاني ثم في الجيل اللاحق. فلما يكون يثنيه تقدمه في السن عن هذا البذل ولم يكن يثنيه أيضا حالته المرضية من أن يبذل شكرا جهدا كبيرا جدا لأجل تعليم الأمة، فرحمه الله وأنزله منازل الأنبياء والشهداء والصالحين. الشيخ طاهر آية علجت لقد كان رجلا ذا همة عالية ونشرا للعلم، أحث أتباعه وطلبته بالخصوص الذين لازموه سنين طويلة ودرسوا عليه المتون الفقهية والنحوية والبلاغية والتفسير، وبعضهم كانوا يسجل هذه الدروس، أحثهم على نشر هذا العلم وأن لا يغلقوا على هذا العلم فينشروه للعامة والخاصة لينتفع به الناس ولينتفع به الشيخ في قبره.